حياكم الله. طبعا صور متداولة يعني تعبر عن حجم المعاناة التي يمر بها هؤلاء الباحثين. أعتقد أن هذولا بس من مسقط وضواحيها. بأول يوم طبعا أعلنت أحد المؤسسات بأنه راح يتم توفير وظائف للباحثين عمل بشكل مباشر. هناك راح تكون في 30 مؤسسة خاصة لتوفير هذه الوظائف. مثل ما شايفين أمامكم يعني ما شاء الله العدد كبير في كلية عمان للإدارة والتكنولوجيا بأول يوم لهذا التجمع أو لهذه المبادرة. الله يكون في عون الباحثين عن عمل بصراحة معاناة. طالعوا الأعداد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.